أحبائي الكرام، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا في برنامج سفرتنا، معكم إيهاب بن رجب. رجعنا لكم في حلقة جديدة ووصفة جديدة زي ما عودناكم دائما. احنا طبعا مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة، أكيد مشاركتكم معنا من بيوتكم تعطينا أجواء من الألفة والمحبة. للتواصل معنا راسلونا عبر الأرقام موجودة عبر الشاشة 021 360 0101 021 360 0102 021 360 0103. واللي خارج الدولة ممكن تتواصلوا معنا عبر الفايبر. أعزائي المشاهدين، اليوم حنقدم لكم وصفة التورتة الزمنية. طبعا التورتة اللي احنا تربينا عليها من احنا صغار تكون فيها كنكة عصير الرمان، وزي الهلام يكون بكريمة اللوز. طبعا في أجواء الحارة هي والشمس، فنبو حاجة كي تكون منعشة، فاخترت لكم الوصفة الرائعة والجميلة وأكثر تورتات قريبة على قلبي اللي هي التورتة هي. طبعا مكوناتها سهلة وبسيطة، حنبدوها من الألف للياء، وكذلك حندير مع بعضنا السبونج الكيك الأساسي. تشوفوا بعض مكونات التورتة على الشاشة. نحتاج إلى، بالنسبة للتورتة الزمنية، المكونات مش الكرام على الهواء مباشرة، نحتاج إلى 10 حبة من البيض، نحتاج طبعا خليط الاسبونج اللي هو طبعا سبونج كيك، نحتاج او جنواز، نحتاج ل 10 حبات من البيض يكون درجة حرارة الغرفة، نحتاج ل 2 كوب من السكر الحبيبات العادي، نحتاج ل 2 كوب من الدقيق، نحتاج إلى نصف كوب من الزيت، نحتاج لربع كوب من الحليب، ونحتاج لملعقة كبيرة من عطر اللوز أو روح اللوز، كذلك نحتاج أو فانيليا، ونحتاج لظرف من البيكنج باودر ورشة ملح. اما بالنسبه للحشو اللي هو طبعا زي الهلام او كريمه لوز زي الرزاطه، نحتاج الحشو الى 1 كوب من عصير اللوز هي طبعا الرزاطه، نحتاج ل كوب من الحليب، نحتاج الى ربع كوب من السكر، ملعقه كبيره من الدقيق، ملعقه كبيره من النشا. اما للحشو نحتاج الى لتر من الكريمه المخفوقه، ونحتاج لكوب من عصير الرمان، ونحتاج للوز مطحون للزينه. اول شيء احبائي الكرام، انا طبعا كميه الاسبونج عندي ممكن فيها 10 بيضات، وممكن تستخدمون الكميه شويه كبيره لان انا السايز دايره كبير. انا الطاجين مستخدمه مقاس 24 بوصه، لو بديروا 15 البوصه اللي هو يكون الطاجين اصغر، معنا بديروا نص كميه الكيكه. طبعا الكيكه هي تكفينا يعني 12 شخص طبعا بالمقاس هذا، اللي هو طبعا كل شخص ياخذ طرف المحترم، معناها نبو 10 دحيات. لو عندنا مثلا 6 اشخاص ممكن نديروا نص الكميه الكيك. طبعا اول خطوه حنبدا ب اننا نبي نكسر البيض، وطبعا زي ما قلت لكم ديما ناخذوا الدحي ونحطوا كل دحيه بروحها نفقصوها، عسى لا سمح الله تكون فاسدة أو خاربة أو شيء ما تفسد ليش الدحي الثاني. نتأكدوا أن البيض عندي طازج فورا نحطه. طبعا ننوه أحبائي الكرام أن البيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، هي الخطوة مهمة جدا، أو خلينا نقوله كل مكونات الكيك يكون درجة حرارة الغرفة، وكذلك حتى العجانة أو الصينية اللي نخفقوا بها، لو ما عندناش عجانة باليدوية اللي هي تكون كهربائية، تكون الصينية نظيفة وجافة كويس، ما تكونش فيها مية، لأن نقطة مية بس راح مش هتخلي البيض يتضاعف حجمه. طبعا كيكتنا أو السبونج ما فيش داعي نفصل الصفار على البياض، لا نحط كلها مع بعض، وهي الطريقة الإيطالية أو الاسبونج الإيطالي، يعني ما يفصلوش في الصفار على البياض. أكيد ممكن تعتمدوا الاسبونج كيك هي في أي وصفة تورتة عندكم. وهذه آخر بيضة عندنا. تمام، الحمد لله العشر بيضات طلعوا سليمات فحطيناهم بهذا الشكل. انا حنحي الجلافز، انا خذيه من البيض. طبعا فورا راح ننزل شيشه كامله او علبه كامله من روح اللوز. لو نص الكميه معنا بناخذ نص الشيشه بس. ممكن تديروا فانيليا، ولكن عطر اللوز حيخليها كانها رزاطه بالضبط، فانا ضفت روح اللوز. تمام، وعندي 2 كوب من السكر، وراح نشغل
العجانة، وأثناء التشغيل حن طبعا نخفقها لمدة 10 دقائق. راح نحط الزيت والحليب، عندي ربع كوب من الحليب ونص كوب من الزيت. لو نص الكمية معناها بنديره 5 كوشيك من الزيت بزوز كوشيك من الحليب. معنا اتصال. الو، السلام عليكم. انقطع معنا الخط. طبعا اثناء طبعا ما تديروش الخطوه هنا، يعني نوقفوا العجان او ما تخفقوا خليكم مستمرين، لكن خلينا نستغل معكم الوقت. انا هنا بنحط 1 كوب من الروزاتا اللي هو طبعا عصير اللوز زي ما نقوله، وعليهم 1 كوب من الحليب، تمام، وبنحط عليهم حوالي 1/4 كوب من السكر، وعليهم كشيك من النشا وكشيك من الدقيق. بنحطهم على النار لين يغلوا. طبعا هذه للخليط الهلام، هذه اولا. ثاني شيء احبائي الكرام، ان انا تو بندير رشه ملح لل الكيكة اللي هو خليط الدقيق اللي عندي، طبعا 2 كوب من الدقيق والبيكنج باودر. بنحط هنا رشة ملح على الدقيق اللي عندنا احنا هنا، وبنحط البيكنج باودر، وبعد 10 دقائق راح نضيفهم على الخليط الكيك. طبعا هنا راح نقلب لين يغلي وراح نشغل العجانة. طبعا بالضبط هي تاخذ منا 10 دقائق لين الخليط يغلي، باش نتاكدوا ان الدقيق والنشا يكونوا طابوا. طبعا انا للطمأنين بس نبي ناخذ الويسك هواء ونبي نخلط الخليط خلطه، بعدين نرجع نقلب السباتشولا. نرجع طبعا الاسبات شو نقلبه. لين يوصل معنا لدرجة الغليان. هستخدم الخشب أفضل لأنها هي مش حرارية. نحطها هنا. ممكن نحطوها على النار الأكبر أفضل حتى تسرع معنا في الشغل. طبعا أنا قلت لكم بالنكهة الزمنية اللي هي نكهة اللوز والرمان. أكيد ممكن نضيفوا هنا الشوكولاتة، ممكن نضيفوا كاكاو، ممكن نضيفوا روح أناناس أو عطر أناناس، ممكن نضيفوا فراولة أو روح فراولة. طبعا كل هالنكهات هي أنتم حسب الرغبة ممكن تضيفوها. وهي فكرة الروزاتا أو اللوز حيعطي طعم جميل جدا مع الرمان، وراح يعطيكم ميكس منعش للتورتة. نستمروا في التقليب. بدك تسخن او تدفى عندنا احنا هنا.
أهم شيء ما نوقفوش تجديد أنا فوراً ممكن تخرز منه أو تطوب بالمعنى هو، فلازم نقعد نقلبه باستمرار لحد ما توصل للغليان. على وشك ان الخليط يمسك عندي، طبعا الريحة عبارة عن رزاطة، كل ما زيد تسخن كل ما تعطي ريحة عصير اللوز اكثر. ممكن تحطوا لوز لو حابين لوز ابيض فيها، لكن ديما لو تخلوها ناعمه زي البيوري زي الهلام حيكون طعمها اجمل. لكن لو انتم من الناس تحبوا القرمشة اللوز في التورتات، انا عن نفسي لا نحب التورته تكون ناعمه، لكن انتم حابين تكون فيها قرمشة لوز او بندق ممكن تضيفوا هنا اي نوع من المكسرات انتم حابينها. على وشك انها توصل لدرجه الغليان، هنستمر في التقليب بهذا الشكل. لين تختر وتبدأ قوامها كريمي ويكون قوامها زي البودينج بالضبط. فشايفين كيف بدت هنا تمسك معي. هنقعد نقلبه فيها بهذا الشكل، شوفوا لونها كيف قاعدة تمسك عندنا. حنستمر في التقليب، نشغل العجانة. تمام، أول ما بدأت تغلي أحبائي الكرام زي ما شايفين هنا، راح نعد من الواحد للعشرة باش نتأكد أن الجلوتين عندنا طاب. بدأت تغلي معناته 10 ثواني مش أكثر، حنقعد نقلب بقوة بس كل شيء يكون عندي جاهز. هنستمروا. يعني 10 ثواني. شايفين فولا قوامها؟ أنا ممكن توا نطفي عليها خلاص. في إضافة وأنا هي خليت إضافة مني، لو أنتم حابينها ممكن تضيفوها، راح تعطيكم طعم جميل جداً. هي حنضيف علبة من القشطة أي نوع أنتم حابينها، راح يعطيكم قوام كريمي أكثر. ممكن نحطوا علبة القشطة بهذا الشكل، أهم شيء تكون القشطة باردة باش ترجع تذوب بحرارة البودنج عندنا. حنقلبوا القشطة كويس، طبعا القشطة تكون سادة أهم شيء. بعد ما قلبنا القشطة مع الحشوة، راح نجيبه توا هنا طاجين واسع بهذا الشكل أو سفرة واسعة، وبنحط فيها الخليط عندي. تمام، وبنخلوها على جنب. هذه بالنسبة للحشوة، لازم مع البخار هواء اللي انتم قاعدين تشوفوا فيه يطلع، وحتى يطلع عندنا البخار هذا راح نخلوها لين تبرد. هنشوفوا توا الكيك عندي، طبعا مر عليه حوالي 10 دقائق. تمام، ضاعفت كمية البيض عندي هنا، راح نحو الأداة هذه. بسم الله، مش محتاجين المشين خلاص. توا هنا بعد ما اخدينا ممكن حتى هما
هي ما زال محتاجها فبنخليها هنا. راح نجيب توا سباتشولا ونبي نقلب اللي هو طبعا البيكنج باودر والملح والدقيق، نقلبهم هيك تقليبه مع بعضهم. وطبعا انا ديما ننوه ونقول فيها لازم الدقيق تقلبوه بالبيكنج باودر باش نضمن ان البيكنج باودر توزع كويس في الدقيق. راح نضيف توا الخليط هوا على دفعتين، وبس ضفنا على دفعتين راح نقعد نقلب بالسباتشو اللي عندي هنا. نقلبه بكل هدوء بس الهواء اللي ضفناه يقعد. نحط الدفعة الثانية من الدقيق، ممكن نديروه على دفعتين أو ثلاثة، أهم شيء ما تنزلوش دفعة واحدة، لأن لو نزلتوه دفعة واحدة راح يهبط لكم الكيك. هذه أولا. ثاني شيء التقليب يكون بهدوء، أنا لو أنتم شايفين كاني قاعد نغلف في تغليف، يعني ما حركش بسرعة، يعني لو حركتوه بسرعة راح ينزل منكم البيض. طب ريحة الكيك ما شاء الله عبارة عن لوز، ممكن تضيفوا فانيليا لكن روح اللوز يعني ليه نكهة خاصة بدأت في الأنواع هي من التورتات. حنقلب بهذا الشكل لين الخليط يبدأ عندي بهذا القوام. توا بعد ما قلبنا لو حابين تكون نكهة الكيكة بالشوكولاتة ممكن نضيفوا الشوكولاتة. أنا طبعا بنجيب الطاجين اللي دهناه بزبدة ودقيق، الأنواع هي من الطواجين الموجودة في مستلزمات الحلويات كويسة، ما تستحقش إنه نحطوا فيها ورقة زبدة أو أي شيء، فممكن ناخذوها ونستخدموها هي تكون خاصة بالسبونج كيك، هذه أفضل طواجين للسبونج كيك. راح ناخذها تو بنحط عليها خليط الكيك عندي هنا. بسم الله. حنزلوها بهذا الشكل. طبعا الفرن اول ما انا بديت في تجهيز الكيك ولعت الفرن على درجه حراره 170 من لوطا. بس الكيكات هي او انواع هي من الكيكات السبونج كيك يفضل لكم تديروها من تحت، بس بندخلوها في الفرن من تحت لمده حوالي نص ساعه من على 170 لين ترتفع عندكم، بعدين بنولع عليها من فوق وبنخليها متاع 10 دقائق لين تاخذ هيك وجه وتتحمر. كيف نعرفها طابت نفتحوا الفرن وندخل فيها عودة طلع تنظيف وانا طابت الكيك. هي ديما تاخذ منكم حوالي من 40 ل 45 دقيقة على فرن، في الفرن يكون درجة حرارة 170 او 160، لو غاز يروح حتى 150. طبعا بعد ما تطيب نفتح باب الفرن ونخليها لمدة 5 دقائق في الفرن بعدين نطلعها. راح ندخلوها في الفرن وزي ما قلت لكم نولوا عليها من تحت بس. طبعا انا مجهز، انا طبعا تاخذ وقت فانا جهزت لكم واحده من قبل. طبعا بعد ما نطلعوها نقلبوها ونحطوها على مشبك ونخلوها حتى ساعة ساعتين لين تبرد تماما، هذه أولا. أو ممكن حتى ثاني يوم، السبونج كيك حتى لو خليتوها ثاني يوم ما تأثرش، بعكس كل ما خليتوها كل ما كانت يسهل عليكم الشغل أكثر. تمام. أنا توا راح ناخذ جلافز باش نبدو بشغل الكيك. طبعا لما نبدو في التزيين أو نبدو في تطبيق الكيك أنا أنصحكم أنكم تأخذوا ورقة زبدة تطرحوها على الكاونتر، لأنها فعلياً تسهل عليكم الشغل هلبة وتخلي شغلكم تشتغلوا بكل أريحية. فأنا من مجرد أن بناخذ ورقة زبدة
ناخذوها بالشكل هوا ونحطوها قدامنا بس نقدروا نشتغلوا بكل أريحية. أنا توني بنقصها لثلاثة قطع. إيش رأيكم نمشي فاصل قصير ونرجع لكم ونكملوا مع بعض باقي تزيين طرتنا. شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فراتاجوراء غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 091-810-030 091-810-040. الدوفان، فن صناعة الآثار. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام بعد الفاصل، إن شاء الله غير ما نكونوش عطلنا عليكم. راح نقص الكيكة متاعنا لثلاثة طبقات. نبدأ بأول طبقة بسم الله. طبعا الموس أو السكين يكون سكين منشاري، مهم جدا يكون سكين منشاري حتى يسهل عليكم الشغل. تمام، أول قطعة درناها، راح نقسم ثاني قطعة بهذا الشكل. تمام، نحط كي طبقات تكون عندنا بهذا الشكل، وهذه اللي بتكون مفروض تحت. توا أول شيء حنجيب الصحن اللي حنقدمه فيه، تمام، وراح نجيب الكريمة. طبعا الكريمة تكون في الثلاجة، لازم تكون الكريمة في الثلاجة بعد ما نخفقوها، تكون محطوطة في الثلاجة باش تقعد مسقعة ونقدر نستغلوا فيها. كريمة شانتيه عادي اخذتها من يعني تكون سائلة يعني بالليتر، اخذت ليترة وخفقتها لين ضاعفت حجمها. طبعا احتاج حتى الفرشة. راح ناخذ توا الكريمة وراح نحطها في البايبن باج او الجيب الحلواني او البوش، يمكن عبوها بالكيفية هذه. تمام، ونخلوها على جنب. فديما الخطوات هي رتبوها باش يجيكم الشغل سهل. اول شيء حناخد طبقه من الكيك او الاسبونج بتاعنا بنحطوها. الورقه اللي موجوده هنا ماش محتاجينها فراح ننحوها، مجرد ان احنا نتخلصوا من الفتات اللي جانا من الكيك ونستخدموها بعدين عادي جدا. راح نجيبوا توا هنا الكيكه، مجرد نبوا نسقوها بعصير رمان بالشكل هوا، نسقوا كيكتنا بعصير رمان بهذا الشكل هيك بفرشه، ونشربوا الاسبونج بالكيفيه هذه.
طبعا الاسبونج يشرب عكس انواع تانية من الكيكات. وانا نحب نشربها حتى بعصير لوز، فراح نجيب عصير لوز ونفس الشيء نبي نشربها بعصير اللوز. دي بيعطي ميكس جميل جدا، بحكم ان الكيكه نفسها احنا درناها بروح اللوز، وكذلك الهلام درناه برزاتا، راح يعطيكم طعم جميل جدا. تمام، تو بنجيب البوش متاعنا، وعلى الاطراف نبي نحط الكريمه. معنا اتصال من ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، كيف حالك يا اختي ام محمد؟ نهارك طيب. منور الشاشه، ربي يحفظك ان شاء الله. بوجودك بارك الله فيك ويسلم يدياتك. والله خاطرنا رسمي كنا نتعلمها باسرارها هيك. تسلمي بارك الله فيك، مشكوره. ربي يحفظك ان شاء الله، فكره حلوه انا درتها لنا. بارك الله فيك، تسلمي. لازم تجربيها اختي ام محمد، لانها فعلا من الكيكات الشهيه جدا. ضروري. ونبيك توضح لي كان بنستبدلها بالشوكولات كيف؟ حتى نشرح هيك على السريع. بديها بالشوكولاته، معناها انت خليط الكيك بتنحي نص كوب بس من الدقيق بتستبدليه بكاكاو. كاكاو خام. بالضبط، ايه. وما بديهاش بيروح اللوز، بديها بالفانيليا. تمام. والبودنج هو نحي منها كوب عصير الروزاتا، وديري زوز كوب حليب، وديري لهم كشيك كبير كاكاو وكشيك كبير نسكافيه. كشيك كبير كاكاو. رح يعطيك طعمه جميله. شكرا بارك الله فيك. ونقدر ندخل البندق؟ اكيد بندق، تقدر تستخدمي لوز محمص، اي نوع من مكسرات، لوز خزاين حطوه يركب جميل، ممكن تدخليه عادي. ربي يحفظك ان شاء الله، يسلم ايدياتك. الله يفتح عليك، مشكوره جدا على مشاركتك معنا، انك انت مغيبه معنا المده فاتت. اي معلش، صحيت والله، وصفاتك مميزه، حتى لو فاتت الحلقه ما نفوتوش فيها، نتفرج على الاعاده ولا نفتح في النت نتفرج. مشكوره، لان صراحه حلقاتك ما تتفوت، تبارك الرحمن على ايدياتك. شكرا. يا ريت بس يطلب هيك، لو الدنيا ساخنه والدنيا صيف وفي صغيره، يا ريت كدرنا حلقه خاصة بالجيلاتي. بإذن الله إن شاء الله راح نجيكم حلقة على الجيلاتي، وراح تكون في أكثر منك إن شاء الله بإذن الله. والله إنها سيبدأ هيك صنع منزلي، والله فكرة حلوة، والله يا ريت هيك تتفكر وتخصص لنا حلقة للجيلاتي. إن شاء الله بإذن الله. إحنا طبعًا درنا في المواسم الماضية حلقة، درنا في أكثر من مرة جيلاتي، لكن بإذن الله حنعاود إن شاء الله بنكهات جديدة إن شاء الله. بارك الله فيك. وبدون مكينات وبدون أجهزة بإذن الله. أيوة هذا المطلوب، ربي يحفظك إن شاء الله. تلميذياتك ربي يحفظك إن شاء الله. أختي شكرا محمد، بارك الله فيك. شكرا لحضرتك، بارك الله فيك. وعليكم السلام، مشكورة، شكرا لك. بعد ما شربنا الطبقة الثانية حنكرر نفس اللي درناه، حنجيب من الأطراف وبنحط الكريمة، وبنعاود ثاني من النص هيك شوية ثانية كريمة، وفي النص هنا بنحط من الخليط الهلامي اللي درناه بالروزاتا، بنحطه في النص بالشكل هذا، او الحشوه اللي درناها. نوزعها توزيعه خفيفه. مكونات التورته الزمنيه موجوده على الشاشه، ممكن تديروا لها سكرين شوت حتى تحفظوها. طب نحطوا اخر طبقه، وراح نحط طبعا في اخر طبقه شويه من عصير الرمان نشربوها، وشويه عصير اللوز. ميزة الكيكات الزمنية ما تبيش لا سق المحترف ولا أي شيء، عبارة عن إن احنا نوزع كريمة توزيعة خفيفة على التورتة، وبعدين بكل سهولة هي رح تاخذ الشكل التورتة اللي احنا نعرفوه. وأنا للأمانة نحاول ديما نقول فيها إن أنا رسالتي الأولى للمنزل أو لربة البيوت، فديما نحاول ان شغلي يكون ماهوش معقد، لا ندير فيه يعني شغلي سهل، بحكم انه بدون اي معدات او اي امكانيات ممكن نديره ألد الوصفات بكل سهوله.
حنوزع توزيع خفيفة من الكريمة الشانتي، وكذلك اجناب نفس الشيء حنوزعهم بالشكل هو. ما تغلبوش نفسكم مشاهدين الكرام، مجرد ان احنا تلبيسة بسيطة من الكريمة لا اكثر ولا اقل. بعدين الزوايد هما ننحوهم، كذلك هنا مجرد ان احنا نوزعوها بهذا الشكل. طبعا ممكن انتم هنا تكون عندكم يا اما لوز، كاكاوية، على فكرة بالكاكاوية طعمها خطير جدا يطلع بالكاكاوية. انا توني بندير مجرد طبقة خفيفة من الكريمة شانتي بس تلصق المكسرات عندي. هنحوها هي على جنب. توا كل يلي راح نحتاجه اننا بنجيب، ممكن نخلوك هنا بروحها. طبعا اي نوع من المكسرات كنتم محمصينها ممكن تجيبوها، طبعا ممكن لوز، ممكن زي ما ذكرت كاكاوية المتوفر عندكم. انا راح نجيب الصحن هو يساعدني اكثر. حنحط فيها متاع حوالي كوب من المكسرات يلي نكونوا حمصناها وورحناها، وبمجرد ما نبي ناخذ المكسرات هي بنوزعها توزيعة خفيفة على أجناب الكيكة بالكيفية هذه. مهما في وصفات من التورتات وحشوات وقناش وكلاساج، تبقى الكيكة هي يعني ممكن الكيكة اللي يحبوها اللي بين هلبة فيها ذكريات مربوطة بينا بنكهاتها. يعني من الكيكات اللي ممكن تاكلوا نصها بدون ما نفسكم تتعب أو شيء، أنها فعلا من الكيكات المنعشة وخفيفة. يعني مهما قلت لكم دشم الكيكة خفيفة، فعلا من الوصفات أو من الكيكات المحبوبة جدا. تمام، مجرد ما نحن لبسناها بالشكل هذا، شايفين كيف حتى شغلها قداش بسيط ومريح وما فيش أي تعقيدات. راح نحو الورق بهذا الشكل، ممكن نعطيك مسحة بسيطة للكاونتر حتى نشتغله بكل أريحية. تمام، بعد ما لبسنا الكيكة أو التورتة متاعنا بواسطة الجيب الحلواني أو البوش، نبو نديرو نجوم اللي نعرفوهم يعني في الكيكات هي تكون بهذا الشكل. نعودوا نعبوا تاني من الكريمة. وراح نستمر في تزيين الكيكة بهذا الشكل. تمام، بعد ما درنا الكيكة بالشكل هذا، ممكن لو حابين انكم حتى من لوطة مثلا نديروا مثلا نكي شوية عادي. طبعا هي الكريمة شانتي حتى ضفت لها ملعقة كبيرة من روح اللوز،
زادت يعني فوحة التورتة عندي هلبة. بسم الله ونعوده نشتغله بهذا الشكل. ما عش محتاجينهم. توكل اللي راح نديروه أحبائي الكرام إن إحنا بنديروا مسحة بسيطة للكاونتر حتى نكملوا اللمسة الأخيرة من تزيين تورتتنا. طبعاً ميرانج طبعاً ينحط فوقها تقليدي جداً لو حابين. أنا بدي نحط يعني ميرانج الأمانة في بسكوتي اللي هو الإماراتي اللي هو زي يعني اسمه بطول يعني إماراتي يعني زي العبامبر، فراح نحطها عليهم بالشكل هذا على التورتة متاعتنا. هيك نوزعه توزيعة خفيفة. ممكن حتى لو عندكم شهوة ممكن تديروا على بمبر نفسه يعني تزينوا بها زي ما انتم ما تحبوا مشاهدينا الكرام. تمام. راح نجيب فرماسيلي اللي هو طبعا نجوم هما، راح نحطوهم على التورتة بهذا الشكل، يعطينا ايضا طعم جميل وشكل. حاولوا قد مستطاع تخلوا الشغل بسيط في الكيكه. ممكن الفصوص هما حتى هما مربوطين جدا بالحاجات التقليديه او الزمنيه. اهم شيء نحاول ان الكيكه هي ما نكترولهاش حاجات زينه المعاصره، نبوها يعني باسمها تكون تورته زمنيه، فديما نزينوها بالحاجات الزمنيه اللي تربينا عليها من احنا صغار. وهذه كانت تورتتنا ولت جاهزه. طبعا مشاهدينا الكرام وصفتنا واصبحت جاهزه اللي هي الكيكه الزمنيه او التورته الزمنيه. ملاحظه لازم ناخذها بعين الاعتبار ان ما ناكلوهاش وقتي، هي تبي تبات، لابد من بيتوها ليله في الثلاجه على الاقل ليله يعني تبات في الثلاجه، بس كل النكهات اللي ضفناها ترجع وتتشرب بعضها وتبدا التورته كل النكهات فيها تكون موازنه نفسها زي ما نقولوا، يعني الرمان يشرب السبونج كويس وتبدا هيك مسقعه. فلازم نخلوها ليله في الثلاجه، لو عندنا مثلا مناسبه غدوه او شيء نديروها قبلها بليله. السبونج ممكن نديروه قبلها حتى بيومين ما يصير لاي شيء يقعد في المطبخ، يعني غرغلفوه كويس بالسلفر النايلو يقعد في المطبخ ما يصير لاي شيء. ممكن حتى تحطوه في الفريز، يعني ممكن تديروا تجهيز مسبق، ممكن هي نفسها بعد ما تلبسوها تحطوها في الفريز ومثلا عندكم الوقت او عندكم العزومه تطلعوها تزينوها وتقدموها طول. من الكيكات او التورتات الجميله جدا وريحتها يعني عصير لوز واضحة. فإن شاء الله بتكون عجبتكم حلقتنا اليوم واستمتعتوا معي زي ما استمتعت معكم. وكي أحبائي الكرام وصلنا لختام حلقتنا اليوم. طبعا حضرنا فيها تورتة زمنية. أحب أذكركم بمواعيد البرنامج كل سبت وكل ثلاث ساعة ثالثة مساء اللي عادة كل أحد وكل أربع ساعة 11 الصبح. وأيضا مشاهدي الكرام إحنا على هواء مباشرة، لتواصل معنا أكيد أرقام موجودة عبر الشاشة، وأي سؤال أي استفسار راسلونا عبر صفحة سفرتنا. أيضا أحب أذكركم مشاهدي الكرام أن
بعد ما تتم الحلقة راح يتم بثها عبر صفحة سفرتنا عبر الفيسبوك. نشوفوكم على خيرة الله في حلقة جديدة مميزة معكم إيهاب بن رجب. نتلاقوا على خيرة الله إن شاء الله. تحياتي للجميع. شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فرع تاجوراء غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 091-810-030 091-810-040. الدوفان، فن صناعة الآثار. التناصح الفضائية. يدعوكم مكتب الدعوة والإرشاد لمؤسسة التناصح لحضور الدورات العلمية في العلوم الشرعية على النحو التالي: دورة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب الإمام مالك رحمه الله في مسجد البيت العتيق مدينة طرابلس، ومنارة مالك بن أنس في مدينة الزاوية، ومسجد عبادة بن الصامت في مدينة سبها، وفي مسجد علي بن أبي طالب في مدينة أوباري. دورة في أحكام وفقه الطهارة، مسجد كعب بن مالك مدينة طرابلس، منارة الهدى جمودة بمدينة الزاوية، في مسجد عبد الله بن ياسين في مدينة سبها، ومسجد مالك بن أنس في مدينة أوباري. دورة في علم النحو في متن الآجرومية في مركز الشيخ علي الغرياني طرابلس، ومسجد البشتي الزاوية، مسجد عبادة بن الصامت في مدينة سبها، ومسجد عبد الله بن عامر في مدينة أوباري، وذلك في الفترة من 21 حتى 26 من مايو هذا العام. كما ينظم مكتب الدعوة وبالتعاون مع مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب سلسلة من الدورات العلمية في أصول الفقه وقواعده. الدورة الأولى الدليل في دراسة المذهب المالكي في الفترة من 21 حتى 26 من مايو هذا العام، والدورة الثانية المدخل إلى دراسة المصادر الأصولية في الفترة من 4 حتى 9 من يونيو هذا العام. كما سيكون لمكتب الدعوة والإرشاد بالتعاون